عبر الزمان بولاية منح بمحافظة الداخلية. فلدى وصول جلالته يده الله إلى متحف عمان عبر الزمان تشرف باستقباله كل من معالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني، رئيس مجلس أمناء المتحف، رئيس اللجنة الرئيسية لمشروع المتحف، وأعضاء اللجنة الرئيسية ومدير عام المتحف. عقب ذلك توجه جلالة السلطان المعظم أبقاه الله إلى اللوحة التذكارية للمتحف، حيث تفضل بإضاءة اللوحة إذانا بالافتتاح الرسمي للمتحف. ثم اطلع جلالته على معرض حجر أساس متحف عمان عبر الزمان، مرورا بالسيارة التي استخدمها المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه أثناء وضع حجر الأساس للمتحف. بعد ذلك تفضل عزه الله بزيارة قسم الاستقبال، حيث أصدرت أول تذكرة دخول للمتحف باسم جلالته، وتفضل جلالته بإهدائها للمتحف لتكون من ضمن المقتنيات المتحفية. عقب ذلك توجه جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه عبر ممر الفنون إلى شاشة العيد الوطني، والتي تحمل أبعادها رمزية العيد الوطني المجيد بعرض 18 مترا وطول 11 مترا، حيث استمع جلالته إلى كلمة متحف عمان عبر الزمان ألقاها نيابة عن اللجنة الرئيسية لمشروع المتحف المهندس اليقظان بن عبد الله الحارثي مدير عام المتحف. أكد فيها على مراعاة المتحف استخدام أحدث التقنيات في العرض المتحفي، وعلى انتقاء مجموعة من المقتنيات القيمة التي تدل على عمق وأصالة التاريخ العماني. كما أشار في كلمته لأن تصميم مبنى المتحف استلهم من شموخ جبال الحجر، ورعي في تشييده ارتباطه بالبيئة العمانية من خلال المواد المستخدمة في بنائه. معربا عن لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.